أسعدت هذه اليوم اللقاء بالقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يشرف عليه سعادة السفير محمد آل الجابر. برنامج رائع لديهم من المشاريع والقطاعات المختلفة الحيوية في محافظة عدن الجميلة. في قطاع الصحة، في قطاع المياه، قطاع التعليم، قطاع صندوق النظافة وتحصين المدينة، الصرف الصحي، في الشباب والرياضة، دعم مشروع الكهرباء، تمويله، ما في جامعة عدن أيضا، مطار عدن الدولي. كل هذه القطاعات الحيوية والخدمية التي تظهر جمال عدن ومدنيتها، تعيد الحياة والبسمة لأبناء عدن.